عليكم، معاكم طه اسامه من شركه كرييتيف جروب. النهارده هنبدا في درس جديد لينا من كورس كرييتيف في 5. النهارده هنبدا في المحاضره ال 14 لينا، وهناخد النهارده حاجه جديده في الجزء ال 3 دي موديلنج، وهتكون ليها علاقه باوامر مهمه في جزء الموديلنج واللي هي مش هنستغنى عنها في شغلنا يعني باستمرار، وهتسهل لنا شغلنا كتير. اول حاجه هنقول ستارت ميكانيكال ديزاين بار ديزاين and okay. النهارده هناخد امر جديد عندنا، زي ما احنا اخدنا قبل كده امر الباد، هنلاقي ان عندنا امر جديد اسمه امر المالتي باد. امر المالتي باد ده امر هيوفر لنا شغل كتير يعني. فاول حاجه هنبدا بس من قائمه سكتشر، نفتح سكتش جديد ونختار المسقط اللي هنرسم عليه ونبدا نرسم السكتش اللي احنا عايزينه. زمان كنا بنرسم مثلا حاجه زي ريكتانجل ونقول لها امر باد ونديلها السيكونس بتاعها، وبعدين نيجي تاني نرسم سكتش عليها علشان نقدر نرسم مثلا سيركل او اليبس او اي حاجه، ونقول لها برده باد تاني. المره دي هنعرف ازاي نرسم الحاجتين دول مع بعض في نفس الوقت في سكتش واحد. يعني انا بدل ما انا البارت عندي دلوقتي جواه امر الباد، وامر الباد ده جواه سكتش، وعملت سكتش تاني وامر باد تاني، بدل ما انا استخدمت امرين فيتشر وسكتشين، هلاقي ان هي سكتش واحد وامر واحد بس فيتشر، هيجيبوا لي نفس النتيجه. فهنعمل ايه؟ هنرجع بس كنترول زد ونبدا تاني نرسم سكتش جديد، ونختار المسقط ونرسم ريكتانجل ونرسم جواه كذا كذا بروفايل. ونقفل السكتش ونقول له امر ايه المره دي بقى؟ امر المالتي باد. مالتي باد يعني متعدد، مالتيبل، مالتيبل ايه؟ باد. طيب هنلاقي هنا ان هو اوريدي اخد لي في الدومينز كلها كل الايه البروفايل. يعني انا عندي كام بروفايل مقفول في الشكل؟ عندي 4. فهلاقي ان هنا اول بروفايل عندي اللي هو ده طبعا هنا بيعلمني عليه بيهشره، برده ده اهو، ده اللي هو الشكل كله والايه الدايره كمان معايا. هلاقي ان انا كل امر منهم بقدر ان انا اغير في اللينس بتاعه، يعني كلهم دلوقتي زيرو، بس لو انا جيت هنا اخترت الدايره وبدات اغير في الليمت بتاعها في قيمه الارتفاع بتاعتها، هلاقي ان القيمه اللي انا خدتها دي 29 اتكتبت فين؟ في الدايره بس، ما اتكتبتش في الباقي الايه الدومينز اللي عندي. هلاقي برده لو انا عايزه اطلع بالايه بالشكل الكبير اللي عندي ده واديله سيكنس كان عندي ده، تمام، نبدا بقى نديله الارتفاع بتاعنا. ممكن نقلل ده علشان نبدا ايه نختار ايه الشكل بقى الايه التاني بتاعنا. ممكن هنا نبدا نزود في القيمه بالمنظر ده، وبعدين نشوف بقى بقيه الاشكال اللي عندي. مثلا ايه المربع لوحده نبدا نديله ايه ارتفاع، هلاقي ان ادي الليمت اهو معايا، ادي الارتفاع اكبر، وهلاقي هنا برضو الليمت ايه لاخر مربع عندي. واخر حاجة اقوله بريفيو عشان اشوف الناتج اللي عندي. طبعا الدايرة دي واخدة ايه ارتفاع اقل من ارتفاع المكعب الكبير، فعشان كده معمول لها كأنها واخدة ايه باكت، كأني عملت لها امر ايه باكت. ممكن ارجع تاني ازود في الليمت بتاعها واقول بريفيو خلاص، واقول اوكي في الاخر. يبقى امر المالتي باد وفر عليا طبعا ايه خطوات كتيره جدا، برده زي ما احنا اخدنا المالتي باد. هنرجع بس تاني للامر 3 دي دبل كليك، هلاقي هنا المور فيها اوبشن حاجه اسمها دايركشن، دايركشن نورمال تو سكتش، يعني السكتش بتاعي اترسم على التوب فكل الاشكال هتطلع معاه ايه من التوب زي ما انتم شايفين. لكن لو انا لغيت النورمال تو سكتش وبدات ان انا اختار اكسس، انا ممكن ارسم زي دايركشن ليا واقول له خد لك الدايركشن بتاعي مثلا في الاتجاه ده،
فياخد كل الايه الاشكال فيه، او اقوله في الاتجاه ده مثلا فياخد كل الايه الاشكال فيه. يعني ممكن الاشكال تطلع مش اكسترود نورمال، تطلع ممكن ايه بميله بزاويه. تمام، دي حسب ايه لما انا بقول له ايه في مثلا ايه زي ايه ريفرنس ليا، زي مرجع ليا، ممكن يكون خط او ايه او بلان مسقط، اقول له ايه ده اللي هيحدد لي الاتجاه. تمام. طيب طبعا سكند ليميت اللي هو دايركشن تو، لو انا قلت له دايركشن تو فهيبدا يعمل ايه يعكس الاتجاه، او اقول له ايه ريفرنس دايركشن ريفرس سوري دايركشن فيعكس الاتجاه، فيخلي لي كل الايه الاكستروجن او الباد يكون ايه الاتجاه المعاكس. هلاقي ان كل دومين الاكسترود بتاعه فين في الاتجاه العكسي، او ارجعهم تاني كده. ولو فعلت طبعا دايركشن 2 فساعتها هعمل ايه، ساعتها هيخلي كل الايه الاتجاهات ايه اللي تحت. فاكرين في الباد قبل كده كنا بنقول غير الدايمنشن كان في اوبشنز كتيره عندي، لكن هنا في المالتي باد مفيش غير الاوبشن اللي هي ايه دايمنشن بس. تمام. زي ما في مالتي باد في امر برضو اسمه مالتي باكت، ان انا ممكن افرغ الشكل كذا مره. تعالوا الاول نخفي الشكل ده، نيجي كده نقف عليه ونقول له هايد، ونيجي نعمل سكتش تاني. تمام. احنا الاول ممكن نقول انسرت بادي او كنترول زد، مش مشكله، ونقول له ايه سكتش على الايه التوب، ونرسم ايه ريكتانجل مثلا، ونقول له ايه باد نزود بس كده الليميت، و انسرت بادي تاني معلش، وهنبدا نرسم سكتش بقى ايه على الجسم الجديد اللي احنا اخترناه، لان الجسم الاولاني احنا كنا خفيناه، فعشان كده ايه ما ينفعش ان انا ارسم ايه عليه. وهندي امر الباد، ندي ارتفاع مناسب، ونبدا نرسم سكتش على السطح اللي عندي ده. السكتش ده ممكن نرسم فيه بقى كل اللي احنا ايه محتاجينه. هرسم مثلا ايه رينج بالمنظر ده، وارسم مثلا سيركل، وارسم مثلا كمان ايه سيركل، واقفل السكتش، واطبق بقى امر ايه مالتي باكت. ساعتها هبدا افرغ الشكل ايه كذا مره، هلاقيهم برضو نفس الفكره نفس الكلام، هنعيده الدومينز كلهم طبعا اختارهم، ببدا احدد انا الليميت اللي هيفرغ قد ايه من الشكل، برضو هنا ابدا احدد الليميت بتاعي قد ايه من الشكل، برضو هنا نفس الشيء، برضو هنا نفس الشيء. طبعا الاتجاه العكس ملوش مش هي ملوش معنى هيقطع من ايه، لكن لازم طبعا بعكس الاتجاه، يعني لازم يقطع في خامه، لازم يقطع في كتله عشان يحذف منها خامه. اقول له بريفيو، هلاقي ان فعلا ايه بدأ يفرغ الأشكال عندي، وأقول له أوكي. وكل واحدة ليها قيمة مختلفة عن التانية، ولو عايزاهم كلهم قيمتهم واحدة عادي ببدأ إن أنا إيه أكتب القيم كلها حاجة واحدة، أو بعمل الأمر إيه باكت من البداية كلهم ياخدوا نفس الإيه القيمة، مش هيبقى ليها لازمة إن أنا أعمل مالتي إيه باكت. طيب دلوقتي هناخد أمر جديد لينا، نفس الشيء هنجي نعمل هنا برضو للأمر ده إيه، نعمله هايد، ونعمل برضو insert لي body جديد، وهناخد حاجة جديدة عندنا، نعمل بس وضع isometric. هنيجي هنا نرسم sketch على مثلا الفرونت، ارسم مثلا اي شكل انا ايه عايزة، ممكن ارسم ايه هنا، ممكن ارسم مثلا hexagon، ودي مثلا اللاين ده علاقه انه يكون مثلا ايه هوريزونتال، اعدله بس واقفل ايه السكتش، وبعدين اجي ارسم سكتش تاني على الايه سكيب تمام، واجي اقول له عايز ارسم مثلا سكتش تاني على ايه احنا رسمنا هنا، نرسم مثلا هنا
سكتش ونرسم مثلا ايه، ممكن نرسم ايه مستطيل ونقفل السكتش. هعدل بس على السكتش بتاعي، احركه كده. عايزه بس ايه الشكل بتاعي ايه اظبطه شويه. خلاص قفلنا السكتش. دلوقتي انا لو جيت هنا عملت للسكتش المستطيل، عملت له باد بالمنظر ده، وجيت عملت باد برضو بس للسكتش الايه اللي عندي ده، نزود الليمت بس بتاعنا. نزودها شوية، نقول بريفيو. اوكي دلوقتي الجسمين دول حصل بينهم ايه؟ تقاطع. طيب التقاطع ده انا ممكن ابقى انا عايزة من الشكل كله عايزة التقاطع مش اكتر. يعني انا ممكن اجي هنا هقول له اعملي حاجة اسمها كومباين، اعملي دم ادمج لي الشكلين الجسمين دول مع بعض. طيب انا ممكن احقق ده ازاي؟ اول حاجة انا هاجي هنا الغي امرين الباد اللي انا عملته دي، اول حاجة انا مش محتاجاهم، انا عايزه التقاطع بس الايه اللي ما بينهم بس. انا حبيتكم ايه تتخيلوا بس الايه الاشكال دي. ومعايا ايه سكتشين كنترول زد، واجي اقول له امر عندي هنا اسمه ايه، اسمه كومباين، سوليد كومباين. الامر ده هيجي هنا يقول لي اختاري بروفايل، هقول له مثلا ده بروفايل بتاعي. طب فين السكند كومبوننت اللي عايزه تعمليه له دمج؟ هقول له ده. هيبدا يوريلي لو انا عملت باد ما بين ده وما بين ده وحذفت كل الزياده وشفت بس الجزء المتقاطع ما بين الاثنين، هيكون ايه؟ هيكون الجزء اللي ايه اللي ظهر لي ده. طبعا البريفيو وضح لي ايه الشكل، واقول له اوكي. هلاقي ان ده الجزء اللي كان ما بين الاثنين كتلتين اللي عندي. يبقى امر كومباين بيعمل ايه؟ بيشوف فين الجزء الانترسكشن التقاطع اللي ما بين جسمين، ويبدا ان هو يخلي لي الجزئين التقاطع دول بس هو اللي ايه اللي معايا في الشكل، ويحذف الاجسام نفسها. ده كده بمنتهى البساطه امر ايه كومباين. فامر كومباين هنا ساعدني ووفر عليا طبعا مجهود كبير جدا في ان انا الاقي الجزء يعني او اتخيل لو جسمين تقاطعوا مع بعض هيكون ايه الجزء الايه التقاطع ده هيكون شكله عامل ازاي. طيب هندخل بعد كده على امر جديد عندنا. تعالوا نخفي برضو ايه الجسم ده، نقول له انسرت البادي، وعايزين نبدا نرسم سكتش على الايه على الفرونت مثلا، ونرسم مثلا ايه ريكتانجل بالمنظر ده، ريكتانجل تاني، ونعمل تريم للزيادات اللي عندنا. وممكن برضو ندي علاقة، نختار الخط ده وكنترول والخط ده، وندي كونسترين ان يكونوا ايكوال. وندي مثلا ايه دايمنشن او مش مشكلة خلاص كفاية كده، ونعمل ايه باد، ندي سمك للشكل. واضح كده ان في مشكلة في السكتش بتاعنا، هنرجع تاني كنترول واي، زود دبل كليك. السكتش بتاعنا ده مفتوح. هنيجي هنا برضو نشوف العلاقة، نشوف الاناليسز، هلاقي ان ده كلوزد، ماشي تمام كلوزد، المشكلة اشارة اوفر كونستريت، كنترول زد، ندخل على السكتش تاني. هنلغي بس الريليشن اللي احنا ايه اديناها دي،
خلاص احنا ايه، تعالوا برضو ايه نرسم تاني الشكل ده ايه معانا. insert body خلاص مش مشكلة، نرسمه ايه تاني. هنقول عايزين نرسم sketch على الفرونت، نرسم two triangles او ممكن نرسم بروفايل من البداية يعني. ندي بس العلاقة حرف ال L ده، هنبدأ نعمله باد، نديله سكنس بس تكون سكنس اكبر من كده شوية، ونقفل السكتش. دلوقتي في حاجة عندنا اسمها العصب. ايه العصب ده؟ العصب ده انه هو عبارة عن جزء بنرسمه او بيكون موجود في المنتجات او في الاجسام اللي عندنا. بي 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 يعني مثلا حاجة زي دي واقفة 90 درجة على حاجة زي دي، على قاعدة زي دي مش هيتثبت، فلازم محتاجة العصب ده او الريب او ليه هنا اسم تاني اسمه ستيفنر. العصب ده بيدمج الاجسام مع بعض وبيخليها مترابطه ومتلاحمه، وما بتقدرش انها ايه تبعد عن بعض او انها تنكسر، او يعني بتقوي ايه الجسم عندنا. الاعصاب دي بتقوي ايه الاجسام عندنا. ده اللي بس لو حد يعني مش عارف ايه العصب. طيب العصب ده بنرسمه ازاي او ليه ليه امر لوحده؟ اولا هنلاقي هنا عندنا امر جوه السوليد كومباين، هنلاقي اللي هو الامر الايه الستيفنر اللي هو الايه العصب. اول حاجه هنبدا نرسم سكتش. هيقول لي عايزه ترسمي على انهي مسقط، هقول له مثلا عايزه ارسم على الايه المسقط ده. بس اول حاجه هنرجع تاني الامر باد معلش ونعدل عليه، ونقول عايزينه نعمله ايه انه ليه دايركشن سكند ليميت، وهندي برضو ايه مثلا 200، وهنخلي ده برضو 200، ونقول له بريفيو نخليهم مثلا 300. انا عايزه السكتش في نص الشكل من الاخر، عايزه احافظ على المسقط اللي عندي ده، بدل ما كريت ايه اعمل كريت لمسقط تاني، واختار ساعتها المسقط ايه ده، واقول له عايزه ارسم ايه اللاين. هيقول لي اللاين ده فين. سوري مش هنرسمه ده، هنرسمه بسكتش. سكتش نبدا نرسم لاين، اختار مثلا ان انا ارسم اللاين من اول البوينت دي لغاية الايه البوينت هنا، واقفل السكتش واطبق امر ستيفنر. هيقول لي فين الشكل اختاره اوريدي مفيش غيره. عندنا المود في حاجه اسمها فروم سايد وفروم توب، هنخلينا دلوقتي فروم توب وهنشرح فروم سايد بعد لما نخلص ايه الجزئيه دي. هيقول لي الثيكنس بتاعه العصب بتاعي ايه، اقول له مثلا 30 ريفيو، فبدا يديلي الثيكنس كامله 30، يعني الخط بتاعي في النص، فبيدي ايه دايركشن 1 15 ودايركشن 2 ايه 15. اقول له مثلا خليهم لي 100 برده نفس الشيء. وبريفيو يبقى نفس الشيء، القيمه الكليه كام؟ 100. طيب هقول له ايه اوكي، يبقى ده العصب او الاستيفنر او الريب زي ما بتحبوا تسموه، هو ده الايه الجسم اللي عندي. طب ليه في امر مخصص للعصب؟ لان ببساطه لما ندخل على جزء الدروينج هنلاقي ان العصب معروف انه ما بيتهشرش، فلما نيجي نعمل مساقط لشكل زي ده ونيجي نهشره هنلاقي ان الحرف ال كله اتهشر ما عدا الجزء ده بتاع الاستيفنر، عمره ما هيتهشر معايا. وده المنطقي طبعا انه ايه لو حد بيقرا الرسم الهندسي عشان يفهم ان ده عصب لازم ان انا ايه ما هشروش. طيب وهقول له اوكي. طيب ايه بقى موضوع فروم توب؟ اول حاجه هنيجي هنا بس نخفي الجسم ده علشان نبدا ايه نرسم ايه جسم تاني، نختار مثلا التوب نرسم عليه سكتش، وهنرسم مثلا حاجه زي الايه حاجه زي كده، ونقفلها ونطلع بيها اكسترود، وبعدين نرسم عليها سكتش تاني اي بقى سكتش انتوا تحبوه يعني، مثلا حاجه زي كده، ونقفل السكتش ونديها امر باكت مش مالتي باكت نديها امر باكت و اوكي. لا كنترول زد امر باك تاني
وبعدين نبدأ نرسم سكتش بقى هنا على ايه، على الفيس ده. هنرسم سكتش عشان نطبق امر ايه الاستيفنر بس فرونتو. تعالوا كده نرسم مثلا ايه خطوط، بس خلينا مع امر الخط يعني نعمل دبل كليك عشان نبدأ نكرر الامر تاني. بس اخر خط ده ايه ما تمدش، فهنرجع تاني كنترول زد. خلاص، وبعدين نقفل السكتش ونطبق امر ايه، امر ستيفنر، ونختار فروم توب، نختار طبعا الايه السكتش بتاعنا. خلاص، ونديله ايه السكنس، بس طبعا نقلل السكنس شوية، نقول بريفيو فروم سايد برضو. طيب فروم سايد، طيب احنا نعدل على السكتش ده، تعال نعدل عليه دي. هنعمل بقى خطوط المرة دي بس ايه باتجاه عكسي. تاني ناخد امر الخط لاين، نرسم خطوط ونقفل السكتش، نقول عايزين نطبق امر ستيفنر فروم توب. فايه على طول ايه قبل الامر المره دي. هو بيقبله امتى؟ لما بيبقى فيه تقاطع ما بين الخطوط. هنقول له مثلا ايه 100 بريفيو، ثواني يعني 100 دي كبيرة قوي، مثلا 20، احنا ايه عايزين بس نشوف الشكل كده مع بعض، نعمل له ايه روتيت، عايزين نفهم بس ايه المشكلة. نعكس الاتجاه عشان الاتجاه معكوس، نفس الشيء برضو. هو عايز يعمل الامر ايه بالعكس، يعني عايز السكتش يكون هنا على المسقط ده. لما نيجي نعمل السكتش على المسقط ده هيقبله، هو عايز يرمي على ايه، على ارضية عنده. فلو عملنا مثلا امر كده وبعدين طبقنا الامر تاني، وقفلنا السكتش، وقلنا له عايزين نطبق امر ستيفنر فروم توب، على طول هينفذ ايه الامر. الفكره ان هو عايز يرمي على خامه، فعايز ارضيه يرمي عليها الايه الاعصاب اللي عندي. طبعا البريفيو اهي وضحت لي الشكل، بس السكنس طبعا كبير، هنخلي مثلا السكنس 50 ونقول له بريفيو. فطبعا هو عمل ايه، دمج الخطوط كلها، ادى لكل خط سكنس 50 مللي، ودمج الاجزاء اللي تقاطع ما بين الخطوط وبعضها. فهي دي فكره اللي هي امر استفنر لما بيطبق فروم توب. فهو كده عمل حاجه اسمها ويب، عمل شبكه. يعني اللي كان شغال على برامج 3 دي تانية، الامر ده اللي هو امر ويب، وفروم سايد ده امر الريب العصب. الفرق ما بين العصب وما بين الشبكه اللي حصلت دي هي فكره ان انا بعملها فروم سايد او فروم توب. وطبعا كل واحده ليها كونديشن وليها حالات وظروف معينه لازم برسمها. زي مثلا هنا لازم كنت ارسم ويكون في فراغ ما بين السكتش وما بين الجسم اللي هيبني عليه الايه العصب، اقول له اوكي، فلقيت الايه النتيجه بتاعتي واضحه وظاهره. هناخد اخر ثلاث اوامر معانا، وهما برضو من الاوامر المهمة جدا جدا لينا في برنامج الكتابي 5. منها امر، تعالوا بس ايه نخفي الجسم عندنا. طبعا الجسم لما بيتخفي شايفين بيحصل ايه، بتتهشر، تمام. وهنيجي نعمل ايه انسرت البادي جديد، يعني هتلاقوا الايه البادي
طول ما انا فاتحاه وشغال عليه بيبقى لونه ايه اخضر كده واضح، لكن التاني بيبقى ايه متهشر، يعني ايه مش متفعل او معمول له امر هايد. طيب هنرسم الاول دلوقتي سكتش على التوب بلان، وهنرسم ريكتانجل، وهنعمل امر او ممكن نعمل حاجة تانية. نيجي كده الامر لاول حاجة احنا رسمناها ونظهرها ونطبق عليها الامر. ليه نرسم حاجة جديدة؟ خليها ايزومتريك. دلوقتي هناخد امر جديد معانا، هو امر سواء ايه في تحت هنا، هو امر ايه؟ امر شل. امر شل بيعمل ايه؟ امر شل بيفرغ الشكل اللي عندي علشان يبدا يوري لي ايه او يديله سمك، يعني يديله سمك ويفرغه. يعني مثلا البوكس اللي عندي ده دلوقتي ده ايه؟ ده سوليد، ده معتمد، ده جواه ايه مليان خامه تقيل، زي مثلا زي الطوبه، لو مثلا الطوبه دي ما بتبقاش متفرغه من جوه. لكن مثلا لو جبت مثلا علبه هدايا بتبقى متفرغه من جوه، بتبقى من بره شكلها مقفول لكن هي من جوه ايه فاضيه، لكن الطوبه بتبقى ايه مصمطه. الشكل ده طبعا ايه مصمط، لكن انا عايزاه يكون مفرغ، فبطبق عليه امر شل. هنيجي كده نقول عايزين نطبق امر شل. فاول حاجه يقول لي الثيكنس بتاعي انت عايزه كام، هقول له مثلا ملي او 2 ملي او زي ما انا عايزه. هيقول لي الجسم اللي انت عايزه تبداي تفرغي منه الشكل ايه. هو اولا الفيس ده لو انا اخترته هيشيله خالص ويبدا يفرغ لي ايه الشكل من جوه، دي اول حاجه. بعدين هيجي هنا ايه هقول له ايه الثيكنس بتاعتي كذا، زي مثلا اخترت الفيس ده اتنين، ونبدا نختار ايه الفيس اللي عايزين نبدا نفرغه. هو مش عارفه ليه معترض على الجسم ده اللي عندي. طيب انا عرفت ليه. هو الاولا الجسم ده طالما احنا اخترناه بنعمل عليه حاجه اسمها رايت كليك ونقول له ديفاين ان ورك اوبجكت. الجسم لازم او الحاجه اللي انا شغال عليها لازم يبقى تحتيها خط عشان تبقى متفعله، سوري مش ده، علشان تبقى متفعله وتكون معايا في الشكل. شايفين الخط ده؟ فدي كده هيطبق عليها الامر، كده دي معمولها اكتيفيشن، فكده الشكل ده هيطبق عليه ايه الامر. هقول له تاني الثيكنس بتاعتي مثلا 2، وابدا هنا ايه اختار ايه الوجه اللي هبدا افرغ منه الشكل. طبعا هنا ايه قبل ايه الامر عادي جدا. هقول له بس ايه الثيكنس بتاعتي 2 تمام خلاص، و وهقول له اوكي. هلاقي حصل ايه هنا في الشكل؟ الشكل طبعا اتفرغ اهو. شايفين الشكل ايه؟ شايل الوجه اللي انا اخترته وفرغ لي ايه الشكل منه واداله سكنس ايه 2 مللي. طيب تعالوا كده حد مثلا يجي يقول لي طب ليه ما عملتش امر باكت؟ ليه ما اخترتش الوجه ده ورسمت عليه ريكتانجل بالابعاد اللي انا عايزاها دي وقلت له باكت؟ لو قلت له باكت هيقطع كل الاشكال اللي جوه دي، هيقطع كل المجسمات اللي جوه. لكن امر شل هيعمل ايه؟ هيفرغ لي الشكل، هيعمل له ايه فاضي، فشيء طبيعي لو حاجه جواها هتفضل جواها مفيش مشكله. لكن امر باكت كان هيزيل اي حاجه تقابله في وشه، كان هيشيل كل الاجسام دي معايا. تمام. طيب يبقى ده كده فرق ما بين امر شل وامر ايه باكت. طيب تعالوا كده نرجع لامر شل تاني. هلاقي هنا في امر شل فين دبل كليك، هلاقي هنا حاجه اسمها other thickness faces. لو انا عايزه ادي اوجه تانية بثيكنس تانية، يعني مثلا هاجي اقول له ايه اختارها واقول له الوجه ده مثلا، او اختار وجه يكون بعيد شويه عني مثلا ده، واقول له ايه الثيكنس بتاع الوجه التاني ده انا عايزاها تكون ايه 4 مثلا او مثلا 10، عايز اكبر الثيكنس بتاعي واقول له ايه اوكي. فساعتها هيحصل ايه؟ هيدي للوجه ده ثيكنس غير الايه الوجه الايه
التاني. تمام، تعالوا نشوف كده، بس روتيت. بحاول بس اوريكم الايه الجزء اللي احنا قطعناه ده، عايزه اوريكم لكم عامل ازاي. يعني الفكره ان ايه، لو عملنا زوم هنلاقي ان الجزء اللي جوه ده اخد سيكنس اكبر. برده ممكن ما تبانش هنا، ممكن تبان على وجه زي ده. واقول له ايه السيكنس بتاعتي، خليها لي واحد واذر سيكنس فيسز. اقول له مثلا ايه سوري، نعدل على الامر شيل، احنا بنعدل على الامر شيل، واختار اذر واقول له ده كمان، واقول له خليه سيكنس واحد، واقول اوكي. بلاش واحد، نخليها مثلا ايه خمسة، نقول له اوكي. شايفين الفرق بقى، ده كام خمسة وده كام الاتنين اللي انا كنت مديها في الاول. شايفين الفرق ما بين الجزء ده والجزء ده؟ يبقى دي الاذر سيكنس فيسز، ان نفس الامر ممكن اطبق كذا سيكنس وكذا سمك وكذا تخانة على كذا سطح عندي في الرسمه او الفيتشر او الجسم اللي عندي او البطن. طيب تعالوا ناخد امر تاني غير امر شل اسمه سيكنس. طيب ممكن نطبقه على الجسم اللي احنا شغالين عليه ده. اول حاجه اقولها زي ايزومتريك، وبعدين اطبق امر الايه امر سيكنس. طيب هنيجي هنا اول حاجه، اول حاجه هنا نيجي نقول عايزين نطبق الامر. هنلاقي امر ثيكنس اهو. هنقول مثلا محتاجين طبعا نفس برضو خطوات زي امر شيل. هنقول عايزين الثيكنس مثلا كام ملي مثلا او 2 ملي. هنشوف بقى الوجه اللي احنا محتاجين نديله ثيكنس. هنقول مثلا ايه الوجه ده، طول ما في علامه زرقاء معناها ان انا ممكن اختار اكتر من وجه، ف هختار باقي الاوجه اللي عندي دي اديها برضو ايه التخانه بتاعتها الثيكنس. وممكن ما اختارش الايه الوجه الاخراني ده، واقول له مثلا ايه الثيكنس مثلا خليها ايه 10، اقول له اوكي. شايفين اللي حصل، بنى خامه لكل الاوجه دي. طبعا لو انا كنت اخترت الوجه ده كان برضو هيضيق عليها. طيب ممكن نلاحظ برضو الموضوع ده اكتر. لو مثلا جينا قلنا عايزين نرسم ايه جسم جديد، هنيجي اول حاجه طبعا هنيجي بس ايه نعمل مينيمايز ونخفي ايه الجسم ده خالص، وانسرت بادي. طيب ماشي، ونقول عايزين ايزومتريك، واختار ايه السطح ده وارسم عليه سكتش، وابدا ارسم بروفايل سكتش. طيب نبدا نرسم ايه الاسبي لاين. ونقفل ايه الشكل، ونطبق امر ايه امر شافت، ونختار ده طبعا ايه المحور لينا و 360 درجة وبريفيو. اوكي، ونطبق امر شيل الوجه ده والثيكنس 2، ونقول له اوكي. لازم نعمله ديفاين الورك بنش عشان يبدا ياخد ستكنس. و هنلغي امر الشل اللي احنا كنا اخدناه قبل كده ونبدا نطبقه تاني. هنيجي نقول له تاني شل، نختار الوجه ده والسيكنس مثلا 2، ونقول له اوكي. فبدا يفرغه لي زي ما احنا شايفين كده،
بقت ايه كوباية. طيب هنيجي بعد دلوقتي نطبق امر الثيكنس، فهختار مثلا ايه الجسم ده من بره، مش لازم ان انا اخطأ يعني امر شيل او ثيكنس، مش محتاج لازم سطح مستوي يطبق عليه الامر، ممكن يكون عادي سطح فيه كيرفيتشر فيه انحناءات ويطبق عليه الامر. اقول له مثلا الثيكنس 10 اقول له اوكي. شايفين المنظر؟ الفرق هنا ايه في مثال زي ده واضح اكتر عن المثال اللي فات. ده كده بالنسبه لامر ثيكنس. برده نفس الفكره، لو انا مثلا عايزه الثيكنس للجزء الكوبايه اللي فوق غير الثيكنس اللي جوه، ممكن اقول له الثيكنس اللي جوه ده اغير ايه اديله ثيكنس تاني. يعني ممكن اجي هنا اقول له عايزه امر ثيكنس برده واختار ايه السطح ده واقول له 10. لا سوري، انا عايزه اطبق على نفس الامر، هاجي اقول له هنا other thickness faces واختار ده واقول له 10 واقول له اوكي. هيعمل ايه؟ صغرها اكتر. يبقى مثلا الجسم من بره شكله مختلف عن جوه، يعني جوه ايه ما ياخدش ساعة زي ايه زي الجسم من بره يعني. تمام. طيب isometric view وتمام كده. طيب هناخد بقى اخر حاجة لينا او اخر امر معانا. هنيجي هنا الاول ايه نعمل ايه نخفي الامر نخفي الجسم ده hide و insert the body ماشي، ونرسم سكتش على السطح ايه ده، ونرسم مثلا ريكتانجل ونطبق عليه امر bad. ممكن نقلل الليمت ده شويه ونقول اوكي. وهنيجي هنا نطبق امر جديد مكناش قلناه المحاضرة اللي فاتت، هو امر ال 3D chamfer. كنا اخدنا قبل كده ازاي نعمل حواف وقلنا في 3D fillet، وقلنا في ال 2D بيبقى اسمه corner، ففي ال 3D في برضو 3D chamfer بيعمل حاجة زي اسمها شطف العربي. في حاجة اسمها length و angle. فاول حاجة الاول بختار الجسم اللي انا عايزة اعمل له chamfer، فمثلا بختار ايه ال edge دي، وبعدين ببدأ اقول له مثلا المسافة اللي انت عايزة تقطعها لي مثلا 50 ملي، والزاويه بتاعتها تكون ايه 40، واقول له بريفيو. فمعناها ايه؟ هو مشي هنا كده، اما الخط ده نزل يعني الايدج اللي انا اخترتها لونها احمر نزل منها مسافه 50 ملي، وبعدين بدا ياخد خط مايل على الجسم اللي عنده بزاويه ايه 45 درجه. ممكن اقول له برده 30 درجه واجي اقول له بريفيو. زي ما انتم شايفين طبعا المسافه ساعتها هتقل من السطح اللي بعديه. ممكن اقول له 120 درجه، تعالوا كده نشوفها. لا مش هنا، دي 50 برضو. نيجي هنا نقول له 120 درجة، ساعتها هيقطع مسافة كبيرة طبعا، ما ينفعش اكتر من 90 درجة، خلاص مش هينفع 120 درجة. واقول له ايه اوكي، ان كده ساعتها هيقطع الجسم نفسه. واقول له ايه اوكي، هيعمل ايه تشامفر 3D تشامفر. طيب في برضو نوع تاني من التشامفر، تعالوا نقول كنترول زد بس الاول عشان نختار ايه نعدل نعمل يعني الامر تاني برضو على نفس الايدج. وهنقول عايزين حاجه اسمها لينس ولينس، مسافه ومسافه. برضو نفس الفكره، هختار مثلا الايدج دي واقول له اقطع لي ايه مسافه 50 لتحت، ومسافه من فوق يقطع 100 من الوجه الايه يعني يقطع من الوجه ده 100 ويقطع من الوجه ده كام 50، اقول له بريفيو. هلاقي فعلا الكلام ده اتنفذ، هنا 50 وهنا 100، اقول له اوكي. يبقى انا ممكن اطبق التشامفر بلينس وانجل او بلينس وديستنس وديستنس مختلفين عن بعض. كده احنا اخدنا يعني تقريبا برضو ايه غطينا جزء كبير من الكورس النهارده. طبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب يوتيوب تشانل لشركه كرييتيف جروب عشان تتابعوا المزيد من الكورسات لبرنامج كتافي 5 والباقي البرامج للميكانيكال ديزاين. وطبعا لايك وشير وشكرا لمتابعتكم وحسن استماعكم.